بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع الدرس الثاني من الوحدة الثانية، الدرس بعنوان الثقافة من منظور علم الاجتماع. هنتكلم في الدرس ده عن علاقة الثقافة بعلم الاجتماع، علاقة الثقافة بالمجتمع. أولا تعريف الثقافة، ايه هو مفهوم الثقافة؟ الثقافة هي كل انجازات الانسان في الحياة، اي حاجة الانسان بيعملها بتسمى ثقافة، سواء كانت انجازاته ديت في المعارف، يعني في المعلومات بتاعته، كمية المعلومات اللي عنده، كمية العلوم اللي هو عارفها او توصل ليها، او انجازاته في المعتقدات، يعني في فكره الديني، او انجازاته في الفنون بمختلف اشكالها، او في الاداب او في القانون او في اي مجال اخر. يبقى انجازات الانسان في اي مجال في الحياة بتسمى ثقافة. ثقافة الانسان هي اللي بتعبر عن الانجازات الخاصة بيه اللي هو وصل لها. منظمة اليونسكو عرفت الثقافة بانها جميع معارف الانسان المتعلقة بالطبيعة والمجتمع، كل المعارف اللي عند الإنسان، كل المعلومات اللي عنده، سواء المتعلقة بالطبيعة اللي هو عايش فيها أو متعلقة بالمجتمع اللي هو بيتواجد فيه. تاني عنصر الرؤى المتعلقة بالثقافة، يعني وجهات النظر حول تعريف الثقافة. أولا الثقافة كمعرفة هي عبارة عن تراكم المعلومات، كلما زادت عدد المعلومات كلما دل ذلك على علو الثقافة. التعريف الثاني الثقافة كبناء من المفاهيم الأساسية، وهي بتعد بمثابة الأساس اللي بيفهم بيه الأشخاص العالم اللي بيعيشوا فيه، يعني كلما زاد معرفة الإنسان بالمفاهيم المتعلقة بالحياة بتاعته ده دل على علو وسعة الثقافة الخاصة بيه. كلما تفهم وتعرف مفاهيم أكتر في حياتك كلما كانت ثقافتك أفضل وأعلى. على سبيل المثال مثلا مفاهيم زي مفهوم العدالة، مفهوم القانون، مفهوم الدين، مفهوم السياسة وهكذا. كل ما كان عندك مفاهيم أكتر في حياتك كل ما كان ده دليل على علو الثقافة بتاعتك. ده الاتجاه التاني. الاتجاه التالت الثقافة كبناء من المفاهيم المترابطة، وده متعلق بالأنشطة اللي بيقوم بيها الإنسان. فالاتجاه دوت متعلق أكتر بالشيء العملي، يعني لو لاحظنا هنلاقي إنه الاتجاه الأول والتاني كلها حاجات نظرية، معلومات نظرية، لكن الاتجاه التالت دوت متعلق بالشيء العملي أكتر، وده بيدل على أو بيعني إن الإنسان كل ما كان نشاطه أكتر كل ما كانت ثقافته أعلى، لأن كتر عمله وشغله ده بيخليه يكتسب خبرات أكتر وبالتالي هيعلي الثقافة عنده. ثالثا خصائص الثقافة، عندنا الثقافة ليها 5 خصائص مهمين، يعني المميزات اللي بتتميز بيها الثقافة. أولا الثقافة عملية إنسانية، يعني بتخص الإنسان لوحده، يعني ما ينفعش نقول مثلا الحيوانات بتتميز بالثقافة، لا ده غلط. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يطلق عليه كائن مثقف، يبقى هي خاصة بالإنسان فقط. تاني خاصية الثقافة عملية اجتماعية مكتسبة، يعني بتنشأ من خلال تفاعل أفراد المجتمع مع بعض، كل لما بتتعامل مع ناس في المجتمع بتاعك أكتر كل لما كانت الثقافة بتاعتك بتوسع وبتكبر، لأنها بتنشأ من خلال تفاعلك مع اللي حواليك في المجتمع بتاعك، سواء في شغلك، في مدرستك، في المنطقة بتاعتك، في بيتك حتى وهكذا. تالت خاصية الثقافة عملية متغيرة، يعني بتتغير من وقت إلى آخر، وده طبيعي. ثقافتك السنة دي غير السنة اللي فاتت، غير اللي قبلها، غير السنة الجاية، غير بعد 10 سنين جايين. الإنسان كل فترة بيتعلم حاجات جديدة في حياته، فثقافته مش ثابتة، لا بتتغير من وقت إلى آخر. رابع عنصر الثقافة عملية متنوعة المضمون، يعني
ممكن تكون إيجابية في مجتمع وممكن تكون سلبية في مجتمع آخر، مش ثابتة على نمط واحد أو شكل واحد. ممكن تكون إيجابية كويسة مفيدة في مجتمع زي العادات الإيجابية مثلا، وممكن تكون سلبية في مجتمع آخر زي العادات السلبية والسيئة. خامس حاجة، الثقافة عملية تحدد أسلوب الحياة، أي إن هي بتفرض على الناس أسلوب حياة معين. رابعا، عناصر الثقافة. الثقافة ليها 3 عناصر. أول عنصر العموميات، والعموميات ديت هي بيشترك فيها غالبية المجتمع، يعني غالبية أفراد المجتمع بيشتركوا في العموميات ديت زي اللغة والزي وطريقة التحية وهكذا. طيب العموميات ديت بتميز الثقافات عن غيرها، إلى جانب إن هي بتساعد على تنمية تماسك المجتمع. ليه؟ لأن ديت حاجات المجتمع كله بيشترك فيها، فبالتالي هي بتعبر عن وحدة المجتمع وبتعبر عن قوته ومدى التماسك بتاعه. يعني وليكن مثلا، لو خدنا مثل، تخيلوا إنه في بلد واحدة فيها كذا لغة أو كذا لهجة، أو لو في مدينة واحدة أو في قرية واحدة فيها كذا لغة، هل قوة التماسك بين عناصر المدينة دي هتبقى زي مدينة تانية كل المجتمع اللي فيه بيتكلموا لغة واحدة؟ طبعا الموضوع دوت هيبقى صعب. كلما كان المدينة أو القرية بيتكلموا لغة واحدة، كلما كان التماسك بتاعهم أقوى. ليه؟ لأن لغة التواصل بينهم قوية، فعلشان كده العموميات بتعبر عن تماسك المجتمع. العنصر التاني الخصوصيات، وديت بتختص بها جماعة معينة من أفراد المجتمع، زي مثلا أصحاب مهنة معينة أو أصحاب طبقة معينة. لو خدنا مثلا أصحاب مهنة معينة زي مثلا المهندسين، بنلاقيهم لهم طابع خاص بيهم، لأن هم بتجمعهم مهنة واحدة وبالتالي بتحكمهم ثقافة معينة. كذلك أصحاب طبقة معينة زي مثلا طبقة الأغنياء، بنلاقيهم برضو بتحكمهم ثقافة معينة خاصة بيهم، في طريقة الأكل، في نوعية الأكل، نوعية اللبس، الأماكن اللي هم بيسكنوا فيها وهكذا. ويكون لدى بقية أفراد المجتمع فكرة عن الخصوصيات ديت، بمعنى لو احنا مثلا بنتكلم عن الطبقة الغنية، مثلا الطبقة الفقيرة أو الطبقة المتوسطة عندهم بعض المعلومات أو بعض الأفكار عن الطبقة الغنية. ثالث عنصر المتغيرات البديلة، وديت ثقافات متغيرة مش ثابتة، وديت من الأمثلة بتاعتها التجديد والاختراع. أي متغير بيحصل في المجتمع، مثلا الحاجات اللي بتتطور وبتتجدد وبتتحدث من فترة إلى أخرى زي طريقة اللبس مثلا، زي الموضة أو الاختراعات. والمتغيرات ديت لما بتنتشر، لما بتظهر وبتنتشر في المجتمع، بتندمج في خصوصيات الثقافة أو في العموميات بتاعتها، يا بتبقى حاجة خاصة بطبقة معينة أو بمهنة معينة، أو بتنتشر بين أفراد المجتمع كله فبتصبح من العموميات. ولو ما انتشرتش بتبقى على حالها أو بتندثر، يعني بتختفي. بعد كده عندنا أشكال الثقافة. الثقافة ليها شكلين. الشكل الأول الثقافة المادية، وديت الحاجات الملموسة زي الأدوات اللي بيستخدمها أفراد المجتمع أو أفراد الطبقة الواحدة أو المباني والآثار وهكذا. طبعا احنا ده بنلاحظه من دولة إلى أخرى أو أحيانا من قرية إلى أخرى، يعني بنلاقي مثلا في كل بلد لها شكل معين في مباني بتاعتها، بنلاقيهم مثلا بيستخدموا أدوات خاصة بيهم، زي مثلا في الصين بياكلوا الرز بالعصايتين طوال، أو الآثار اللي هي بتعبر عن تاريخ المجتمع أو تاريخ البلد. الشكل التاني هي الثقافة غير المادية، وديت زي آداب السلوك، لكل مجتمع سلوكه والقوانين اللي بتحكمه، السياسة كل مجتمع أو لكل ثقافة سياستها الخاصة، والقانون القيم. سادس وآخر عنصر في درسنا النهاردة هو وظيفة الثقافة. طب الثقافة دي بقى أهميتها إيه أو وظيفتها إيه؟ بتوفر إيه للمجتمع ولأفراد المجتمع؟ أولا بالنسبة للفرد هي بتوفر له
الاتجاهات والقيم اللي من خلالها بيتلائم وبيتواءم مع المجتمع، يعني بتوفر لي العناصر والقيم اللي بتخليني اعرف اعيش مع المجتمع بتاعي، ما اعملش مثلا حاجات معينة بتخالف المجتمع. ثانيا بتوفر له الانتماء للجماعة بتاعته، يعني بتخليه بيحب جماعته، بيحب بلده، بيحب مدينته، بيحب الشارع بتاعه، جيرانه، بيحب بيته وبينتمي ليه. طب بالنسبة للمجتمع بتحدد اسلوب الحياة فيه، يعني بتحدد القانون اللي بيسير عليه جميع افراد المجتمع بحيث انه محدش يخالفه او يكسره. بتعبر عن خلاصة التجارب اللي عاشها المجتمع في الماضي. طبعا المجتمع بيكونوا متأثرين بشكل كبير جدا بالعادات والتقاليد، والعادات والتقاليد ديت هي من وضعها القدماء، فبالتالي العادات والتقاليد ديت هي قوانين وضعية وضعها القدماء، فديت اللي احنا بنسميها خلاصة التجارب. تالت حاجة بتعد أساس الوجود الإنساني، يعني هي سبب رئيسي من أسباب وجود الإنسان على الأرض. لو مفيش ثقافة بيتمسك بيها الإنسان على الأرض كان انتهى وانقرض من زمان. بكده يكون انتهى درسنا النهاردة، إلى أن نلتقي في دروس قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.